اكس 70 تي بنحو 71% ليبلغ مستوى 453 نقطة. شملت التراجعات مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا الذي خسر نحو 42% من قيمته ليبلغ مستوى 1084 نقطة. كما نزل أو خفض مؤشر إي جي أكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 64% مسجلا 12 نقطة و350. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 38.41%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 15.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.78%، بينما حل رابعا قطاع منتجات منزلية وشخصية بنسبة 9.8%. بالنسبة مشاهدينا لفئات المتعاملين داخل السوق المصري، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة بلغت 78.4% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه العرب نحو الشراء وحصلوا على نسبة 84.83%. كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 16.77%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 55.41%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالبورصة المصرية نحو 9.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 598.9 مليار جنيه بعد تداولات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه. وللمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا هنا في استوديو النيل الأستاذ وائل عنبة. أهلا وسهلا بك أستاذ وائل. أهلا بك يا فندم. يعني نبدأ هذا النقاش حول أداء سوق المال المصري اليوم، ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل الذي نشاهد فيه هذا التقرير. بعد موجة ارتفاعات تواصلت لست جلسات، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع. السوق وقعت تحت ضغط من مبيعات لجن الأرباح من قبل المستثمرين، خاصة المصريين أفرادا ومؤسسات. قابلتها مشتريات للمؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد العرب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 598.9 مليار جنيه بعد تداولات بقرابة 1.6 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 هبط بنسبة 1.36%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنحو 71%. وشملت التراجعات أيضا مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 42%. التداولات شملت 173 سهما لشركات مقيدة بالسوق، ارتفع 25 سهما منها وتراجع 116 سهما، بينما استقر 32 سهما دون تغير يذكر. من جديد أهلا بكم مشاهدينا في استوديو تحليل مؤشر النيل. أعود من جديد إلى ضيفي هنا في الاستوديو خبير أسواق المال المصري الأستاذ وائل عنبة. يعني أبدأ ب
غلق سوق المال المصري الأسبوع الماضي على مكاسب قدرت بحوالي 37 مليار و600 مليون جنيه، بينما بدأت تعاملات هذا الأسبوع يوم الأحد بخسائر وصلت إلى 9 مليار و700 مليون جنيه. يعني هل هذا التراجع فقط لجني الأرباح أم أن هناك أسباب أخرى تقف وراء هذه الخسائر؟ احنا عايزين نقول ان الاسبوع اللي فات ده كان اسبوع الارقام القياسيه. نعم. ارقام قياسيه على مستوى المؤشر اي سي جي اكس 30 حقق اعلى رقم في تاريخه على الاطلاق 12500 نقطه. ارقام قياسيه من حيث قيم التعاملات، وصلنا تقريبا ب 2.5 مليار تداول يومي بدون صفقات. فده كانت الارقام القياسيه. طبيعي ومنطقي بعد اي صعود كبير يحصل عمليات جني ارباح. احنا صعدنا الاسبوع اللي فات 1200 نقطة متصلة من يوم الحد ليوم الخميس، يعني حوالي 10%. نعم. فالنهاردة لما نهبط منهم 1% ده كده يمكن بيدي قوة أكتر للمؤشر ويدي قوة أكتر للأسهم، إن تبديل مراكز بيخرج بائع كسبان بيخش مشتري جديد، ده بيدي قوة للسوق. نعم. وده اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت من بعد تحرير سعر الصرف. إحنا كنا بنصعد وفي النص كان بيحصل عمليات جني أرباح بتدي قوة تخلي السوق يصعد أكتر. لذلك أنا بقول إن عمليات جني الأرباح دي منطقية في الأسبوع الأخير من العام اللي هو هذا الأسبوع، تقفيل مراكز للمؤسسات المصرية بالذات اللي بتبيع عشان تقفل مراكزها وتعاود القوة الشرائية الدخول للسوق. بتوقع أن نحقق أرقام جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب بعض المحللين بيروا أن الاتجاه الشرائي للأجانب هو السبب الأساسي والرئيسي وراء الارتفاع المتواصل للدولار في مقابل الجنيه المصري خاصة في الأونة الأخيرة. ده بيجعل الأسهم المصرية يعني بتصل إلى مستويات متدنية أو منخفضة. برأيك هل هذا هو السبب أم أن هناك أسباب أخرى؟ ده السبب الرئيسي وهنقوله بالأرقام. نعم. احنا بالأرقام السوق طلع من أول السنة لغاية النهاردة. نعم. تقريبا 5000 نقطة، يعني حوالي 70%. احنا فتحنا السنة 1 يناير كان ب 7000 نقطة المؤشر، النهارده 12000 وشوية. الصعود الكبير ده حصل في آخر شهرين، شهر 11 وشهر 12 من بعد تحرير سعر الصرف. صعدنا بس في الشهرين دول 4000 نقطة متصلة، في شهرين 4000 والسنة كلها 5000. القوة الشرائية اللي دخلت السوق هي الأجانب. الأجانب في الشهرين دول شهر 11 وشهر 12 شارين صافي بأكتر من 5 مليار جنيه. عايزين نعرف الرقم ده نقارنه من أول السنة لغاية نهاية أكتوبر. نعم. شراهم كان ب 300 مليون جنيه فقط، يعني تضاعف شراهم 15 ضعف خلال الفترة دي. ليه؟ تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير وارتفاع الدولار، فهنا القوة الشرائية للأجانب تضاعفت، لأن المليون دولار كانت ب 8 مليون جنيه، المليون دولار النهاردة ب 18 مليون أو ب 19 مليون، فقوة الشرائية تضاعفت عشان كده بيخش يشتري بقوة. الحاجة التانية، الأسهم الموجودة في البورصة المصرية دي عبارة عن أصول، الأصول دي بتقيم بالجنيه المصري، فلما تنخفض قيمة الجنيه لابد إعادة تقييم الأصول دي عشان توازي هذا الانخفاض. فعشان كده ارتفعت الأسهم بالشكل الكبير اللي شفناه خلال الفترة الأخيرة. نعم. طيب يعني برأيك متى تنتقل السيولة من الأسهم القيادية الكبرى إلى الأسهم المتوسطة وتأثير ذلك الأمر وانعكاسه على السوق المصري؟ جميل جدا السؤال ده. احنا عندنا الأسهم الصغيرة اللي بيقيس أداها اي جي اكس 70، مؤشر اي جي اكس 70. نعم. بالأرقام اي جي اكس 70 من أول السنة لغاية دلوقتي ما صعدش غير حوالي 30% فقط لا غير. نعم. في حين أن اي جي اكس 30 صعد أكتر من 75% من أول السنة. لو جبنا من أدنى نقطة اي جي اكس 70 من اي جي اكس 30 من ادنى نقطه صعد 130%. نعم. في حين ان اي جي اكس 70 لما يصعد اكتر من 40% من ادنى نقطه. ليه؟ القوى الشرائيه الحاليه المسيطره على السوق هي الاجانب، والصناديق الاجنبيه ما بتخشش على الاسهم الصغيره، تخش على الاسهم الكبيره ذات الاوزان الثقيله. نعم. عشان تستحملهم يقدروا يشتروا فيها كميات، ولما يعوزوا يخرجوا يعرفوا يبيعوا، وكمان بيقيسوا الاداء المالي لهذه الشركات. فعشان كده القوى الشرائيه تركزت اكتر في اي جي اكس 30. اي جي اكس 30 كان عند اعلى قمه له في 2008 عند 12000 نقطه، وكان اي جي اكس 70 عند 1200 نقطه. النهارده لما يرجع اي جي اكس 30 لل 12000 مره اخرى، اي جي اكس 70 ما رجعش لل 1200، ما زلنا عند 450 نقطه. نعم. يعني اقل من اقل نصف القمه التاريخيه بتاعته. نعم. لذلك هتتحول الاموال في الفتره اللي جايه، وبدا يبان النهارده. النهارده رغم انخفاض السوق حوالي 120 نقطه او 130 نقطه، نعم، كان في قوة شرائية في اي جي اكس 70 خد نصف تداولات السوق. الاسهم اللي صعدت النهارده بالنسبه القصوى 10% كلها اسهم اي جي اكس 70. فبدات السيوله تتحول تدريجيا الى اي جي اكس 70، و
وانا بتوقع ان يجتذب جزء كبير من السيوله حتى سيوله المؤسسات في الفتره الجايه، لان لسه في اسهم كتير جدا اقل من قيمتها الحقيقيه. طب يعني ذكرت منذ قليل ان السبب الرئيسي في هذه الخسائر هو عمليه جني الارباح التي شهدناها، هل ترى اننا بصدد موجه اخرى من الانخفاض في مستوى واداء المؤشرات، ام ان الامر سيتوقف فقط على انتهاء هذه العمليه لجني الارباح؟ هو الاسبوع ده احنا بنقول هو اخر اسبوع في عام 2016. نعم. كل سنه وانتم طيبه والمشاهدين طيبين. نعم حضرتك طيب. في اخر الاسبوع وفي اخر السنه الصناديق المصريه بتحول الارباح الدفتريه الى ارباح فعليه. عنده سهم اشتراه ب 10 بقى ب 15، ده ربح دفتري. فمحتاج انه يحوله الى ربح نقدي، فبيخش يبيع. لذلك الضغوط البيعيه اللي موجوده في السوق هذا الاسبوع الاسبوع الماضي من المؤسسات المصريه، انا بتوقع ان هي تستمر الضغوط البيعيه جلسه بكره، ولكن هترجع القوى الشرائيه للاجانب تتغلب على القوى البيعيه دي، وخصوصا نعم. ان احنا خلاص يوم الخميس ده اخر يوم عمل في هذا في هذه السنه. فانا بتوقع اخر مبيعات للمؤسسات المصريه هيكون في جلسه غد او بعد غد بالكثير، والقوى الشرائيه الاجانب هتتغلب وهيرجع السوق يصعد تاني. طب تقييم حضرتك ايه لاسعار الاسهم على المستوى الرئيسي والثانوي، وهل ترى ان هناك فرص استثماريه محفوظه وموجوده في هذه الاسهم؟ انا هقول جمله يعني عامه كده على السوق. البورصه المصريه باسعار اسهمها وليس برقم مؤشرها ما زالت جاذبه للاستثمار، رغم ان المؤشر بيحقق اعلى قمه في تاريخه وبنقول 12500 نقطه، ولكن في اسهم كتير جدا اقل من قيمها الحقيقيه وقيمها الاسميه، وما زالت في اسهم كتير فيها فرص للمكسب. ايه اللي طلع المؤشر الرئيسي كده؟ ان في حوالي اربع اسهم بيحتلوا اكتر من 60 او 70% من وزن المؤشر. هذه الاربع اسهم حققت قمم تاريخيه، فعشان كده المؤشر طلع عمل قمم تاريخيه، ولكن بقيه ال 30 سهم اللي في اي جي اكس 30 وال 70 سهم اللي في اي جي اكس 70 ما زالوا ما حققوش ارقام جديده. لذلك انا بتوقع ان ما زال لسه في فرص استثماريه في السوق. السوق بصوره عامه هنشوف ارقام كبيره السنه الجايه ان شاء الله 2017، هنشوف ال 16000 نقطه ويمكن نشوف ارقام كويسه. برايك هل لابد من اتخاذ بعض الاجراءات لرفع واعاده تنشيط هذه الاسهم التي تحدثنا عنها حتى تصعد من جديد؟ هي بقى اداره هذه الشركات مسؤوله. نعم. عن الاعلان عن نشاط هذه الشركات، قيامها، ارباحها، ميزانيتها، اصولها، عشان تبدا تطمن المستثمر سواء الاجنبي او العربي او المصري الصناديق بالذات، لان هي ما بتشتغلش الا على دراسات للميزانيات ودراسات للاصول. فيبقى دي اول مسؤوليه للشركات نفسها، مجالس ادارتها تعلن عن الشركات دي قيامها ايه، النمو اللي حصل، تحرير سعر الصرف هيأثر عليها ايجابي ولا سلبي. نعم. الحاجه الثانيه لما ترجع القوى الشرائيه من العرب، الاسهم دي هتاخد جزء كبير من هذه القوه. العرب بطبعهم بيشتغلوا على المضاربات وبيحبوا يخشوا في اسهم المضاربات. نعم. اكتر من الاجانب. فلذلك القوى الشرائيه للعرب ما زالت ضعيفه، لو بدات ترجع السوق بقوه هتاخد اسهم المضاربات واسهم اي جي اكس 70 جزء كبير من هذه السيوله وهتصعد في الفتره القادمه. نعم. رئيس البورصه المصريه الاستاذ محمد عمران اعلن اليوم اصدار الدليل الاسترشادي لكي تكشف الشركات المقايضه بسوق المال المصري عن اداء الاستدامه. برايك ما هي اهم الظلال التي من الممكن ان يلقيها او تلقيها مثل هذه الخطوه من جانب رئيس البورصه المصريه على اداء البورصه بشكل عام؟ أنا عايز أقول إن السنة دي والسنة اللي فاتت يمكن البورصة بتحاول جاهدة إن هي تعدل في حاجات كتير، ولكن أنا شايف إن الحاجات دي كلها إدارية ما بتخصش الأسهم بذاتها أو التداول بذاته. يعني ما زال في بعض المشاكل في السوق إدارة البورصة مطالبة إن هي تحلها، على رأسها مشاكل أسهم كتير موقوفة زي النيل لحليج الأقطان، زي شركة أجواء، في مشاكل كبيرة في السوق. نعم. مع الاجراءات الاداريه اللي بتعملها البورصه، احنا بنشكرهم تماما على الاجراءات الاداريه اللي بيعملوها السنه دي والسنه اللي فاتت، ولكن احنا كمستثمرين او متعاملين في السوق بنهتم اكتر باجراءات التداول. نعم. سواء المشاكل اللي موجوده على الاسهم او سواء عدم ايقاف تعاملات على الاسهم، عدم الغاء عمليات التدخل في اليات التداول، يمكن ده بيدي صوره سيئه. لكن الاجراءات الاداريه اللي بتقوم بيها بالبورصه اجراءات جيده جدا جدا، من ناحية الاستدامة، من ناحية الإجراءات الإدارية اللي يمكن بعيدة شوية عن
التداول نفسه. انتقل إلى تصريحات أخرى لوزير المالية، قال أن المستهدف أو الهدف من العام المالي الجديد 2017-2018 هو رفع نسبة النمو إلى 5% وأيضا خفض الدين العام إلى نسبة 94%. برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ أنا أتمنى أن تصريحات المسؤولين عندنا تبقى تصريحات قابلة للتطبيق. يعني هنقول بس على أرقام فعلية حصلت، إحنا موازنة 2015-2016 نعم. كان متوقع أن إحنا نعمل عجز 290 مليار، إحنا العجز الفعلي اللي طلع أكتر من 340 مليار نعم. يعني رقم كبير جدا. في شواهد بتقول أن إحنا هنعمل نمو أعلى السنة الجاية، بس 5% أعتقد كبيرة شوية. بالنسبة لنسبة الدين العام الـ 94% المستهدفة هتحتاج مجهود كبير قوي من الحكومة في ضبط عجز الموازنة، ان احنا نقلل مصروفاتنا ونزود ايراداتنا عشان نظبط عجز الموازنة، عشان الدين العام ما يرتفعش زي ما بنشوفه بيرتفع كل سنة. هل السبيل لزيادة ايراداتنا وخفض مصروفاتنا هو على سبيل المثال التركيز على مجال الصناعة في مصر والسعي الى جذب المزيد من الاستثمارات ام ماذا؟ حاجات كتير، منها الاستثمارات. احنا النهارده مجلس الوزراء كان بيناقش مسودة قانون الاستثمار نعم. ويوم الاربعاء القادم وزيرة الاستثمار اعلنت اليوم ان يوم الاربعاء القادم الموافقة النهائية على قانون الاستثمار، ده هيبقى حافز من المحفزات، لان انا قريته فيه حاجات كتيره قوي محفزات للاستثمار نعم. ودي مهمه جدا جدا انك انت تبداي ترجع عجله الاستثمار تاني عشان يرجع تاني تشغيل، يرجع تاني فتح مصانع، يرجع تاني نمو. ده بالفعل هيأثر على ان عجز الموازنه يقل شويه، وهيأثر على ان الناتج القومي يزيد، وبالتالي نسبة الدين هتقل. النهاردة لو بنقول الدين مثلا 3 مليار على ناتج قومي 3.3 مليار نعم. لما الناتج القومي يعلى يبقى 3.6 مثلا والديون تقل ل 2.7 او 2.8 نعم. النسبة فعلا هتتحقق. لذلك انا بقول ايه، احنا عندنا امل كبير جدا السنة الجاية وان شاء الله تعالى هيتحقق، والسنة اللي بعدها نتمنى ان شاء الله ان بس تصريحات المسؤولين تكون بأرقام دقيقة ومحسوبة بشكل دقيق عشان ما يحصلش صدمة في الشارع زي ما حصل السنة اللي فاتت واللي قبلها، كانت الأرقام متفائلة بزيادة فلما جت الأرقام أقل يمكن حصل صدمة في الشارع. احنا نتمنى إن شاء الله تحقق الأرقام دي السنة الجاية والسنة اللي بعدها. أخيرا، توقعات حضرتك لأداء البورصة المصرية غدا؟ أنا بتوقع استمرار موجة البيعية بكرة من المؤسسات المصرية، ومن الجائز نبدأ على هبوط، ولكن القوة الشرائية اللي أنا شايفها من الأجانب المستمرة هتتغلب على القوى البيعية وهنرجع نعود الصعود مرة تانية، وإن شاء الله هنقفل السنة دي إغلاق جيد، و2017 هنشوف أرقام جديدة خالص على مستوى المؤشر وعلى مستوى أسهم EGX 70 بالذات. خبير أسواق المال الأستاذ وائل عنبة، شكرا لك على هذه الاستفادة في التحليل والعرض. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدين على هذه المتابعة الكريمة، غدا في الموعد نفسي حلقة جديدة من مؤشر أنيل، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.